بين رباحيو طراني مسجون. هذه حكاية مناصر راه غلطة من سطاد للسيلون. لميمة بابا أولاد الكحلة يبكيو، وش حوالكم راني مغبون، توحشت الفيراج والبالوز والتريبين. سيدي القاضي أمامك اليوم 19 سجين، منهم أوفياء الفيراج والتريبين. تعلم بأن هناك أشباه أنصار فعلوها وهم اليوم يتنعمون. انظر يا شرطي إلى سماتنا وقل هل نحن حقا مجرمون، وقل لي يا حلفايا هل حقا هذا هو القانون، قل لي يا فهد هل حقا هذا هو القانون. تذهب لمساندة فريقك فتجد نفسك في السيلون. لا تبكي يا وليد الكحلة، غدا سنخرج ولملعب النار عائدون. نعم لملعب النار عائدون، نحتاج لوقفة الرجال لأننا للأحباب والأهل مشتاقون. سوف أكتب على جدران ذلك السيلون أين هي السلطات المعنية أم كالعادة نائمون. أيوب طارق خير الدين، ستنصفكم العدالة الإلهية لأنكم بطبيعة الحال أبناء الزوالية. ومن هذا المنبر أقول نريد تحرك السلطات المعنية، نريد تحرك الإدارة الصيفية اليوم قبل الغد، فأبناؤنا وإخواننا ضحية فقط، والكل شاهد على أخلاقهم وتربيتهم وتنقلاتهم إلى كل الميادين. لذلك يا حلفايا نطلب منك التدخل لحل الأمر في أقرب الأوقات لرد جميل وفائهم في المدرجات. منذ مباراة الكأس وجسمنا في الصيف وعقلنا في البرج، الكرة في ملعبك يا أعراب، أنت وكل الطاقم واللاعبين. فمن بين هؤلاء المساجين من ضيع دراسته، بل البعض الآخر ينتظره عمله، وبطبيعة الحال نحن في انتظارهم لأنكم علمتمونا بأن المناصر من بيت الوفاق. نعم علمتمونا بأن المناصر الزوالي المسكين من بيت الوفاق. أرجو أن تصل الرسالة يا حلفايا لك ولكل رجال الولاية الذين بإمكانهم إرجاع البسمة على أهل وعشاق الوفاق الذين ينتظرونهم بفارغ الصبر. ستخرج يا عبد النور وترى النور، الحرية لأيوب وخير الدين وسفيان وكل البقية الذين هم وراء القضبان. هذه كلمات نجيب الله قادري، كنت ولازلت وسأبقى أدافع على حق المناصر الزوالي المسكين وعلى ألوان هذا الفريق. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.